اولا طبعا النهارده المسابقه دي تعتبر تاني مره احنا بنعملها في لجنه الطفل، بس كانت اول مره كانت مختلفه شويه. احنا عملناها فكره الاهلي تالنت، كنا عاملينها ايام الكورونا وعملناها بطريقه متنوعه. كان عندنا مجموعه من الفنون، ما كانش يقتصر بس على الرسم، كان عندنا غنى ورسم والقاء شعر وكتابه قصه وحاجات كتير جدا. فالحقيقه لقينا رواج جامد جدا من الاعضاء، وعندنا مجموعه من الاطفال اللي عندهم موهبه كبيره جدا موجوده، بس هم كانوا محتاجين حد يكتشفهم. احنا مجرد ان احنا بنقول لهم بس احنا موجودين معاكم، بنكتشف المواهب الموجوده لمجرد ان احنا بس بنحسسهم ان هم فعلا بيعرفوا يعملوا حاجه فنيه وان هم عندهم موهبه بنقدر نخرجها لهم من خلال ايفنت موجود في يوم واحد بنعمله في النادي. هو النهارده عباره عن مهرجان فني، بنقول لهم بس انتوا هترسموا ازاي او تعملوا ايه، وده حاجه عملوها في البيت. وقدامنا حكام فنيين هم ماهره في التحكيم طبعا يعني، وعندهم خبره في ده. هو النهارده ان شاء الله يوم هيكون جميل جدا. النهارده ده مهرجان للفنون التشكيليه للاطفال. هو احنا عاده لما بنعمل ايفنتات بتستهدف يعني الافاده في المقام الاول، بس طبعا كان بيبقى فيها شيء من المرح والسعاده للاطفال. بس النهارده احنا مستهدفين بقى فنانين النادي الاهلي. الاولاد هيجوا بلوحاتهم الفنيه اللي هي تحفه جدا ما شاء الله، وهيعرضوها على لجنه تحكيم بروفيشنال وهيقيموهم ان شاء الله. واحنا مقسمين النهارده الاولاد لفئتين من الاعمار السنيه، من 2013 ل 16 ومن 2008 ل 2012. وان شاء الله الولاد ينبسطوا، وباذن الله يوم جميل ومفيد ان شاء الله. احنا من وقت ما اعلنا عن الايفنت المعرض الفنون، اولياء الامور ابتدوا يروحوا العلاقات العامه، كان التسجيل لفئتين عمريتين، الاولاد اهتموا، اهاليهم اهتموا، مشينا لغايه امبارح وصلنا قربنا ل 100 طفل، وجايبين اعمال هايله وجميله وحاجه حلوه جدا. وزي ما النادي بيهتم بالانشطه الرياضيه، احنا برضو بنحاول دايما ندخل الانشطه الفنيه والموسيقى وحاجات كتيره من الانشطه بتاعتنا، واكتشاف للمواهب. يعني في فعلا اولاد عاملين شغل هايل. احنا مش هنكمل معاهم، لكن بندي خطوه يعني، بنلفت النظر ان لا، في موهبه ممكن ولي الامر ينميها ويكمل فيها. احنا لسه هنتفرج على الرسومات الاول وهنقيم ايه المستوى الولاد هيبقى عامل ازاي، لكن كفكره مبدئيه طبعا دي حاجه حلوه جدا ان لجنه الطفل هتبقى مختصه طبعا بنشاط الطفل وتنميته وتنميه قدراته وباهتمامات كتير قوي بتنمي شخصيه الطفل. يعني بصي، الرسم ده جانب من جوانب المهمه قوي كحس فني ان هي تنمو. في الولاد لما يعني من خلال رسوماتهم احنا بنكتشف ان هم فعلا موهوبين، فعلا عندهم حس فني عالي قوي. موضوع شديد الاهميه، الاهتمام باطفالنا وفتح مجال ليهم للتعبير الفني، دي حاجه بتساعد في بناء الشخصيه وبتساعد الطفل في بدايات مبكره انه يعيد اكتشاف قدراته ويبدا يتوجه لميوله اللي تبدا تبين نقطه الايجابيه ويبني عليها ويكمل بعد كده، فنكسب مجموعه كبيره من الفنانين المجتمع في احتياج ليهم. فدي تجربه لطيفه. انا النهارده بتفرج على الشباب واعمالهم، اطفال مبشرين جدا، في حالات فيها انطلاقة حلوة، في حاجات فيها توجيه شوية ممكن ما يبقاش صحيح، لأن في بعض معلمين التربية الفنية بيحاول يعلم الطفل في الصغر اللي هي مرحلة التعبير الحر، بيحاول يعلمه فن ويعلمه رسم، ودي حاجة ضد تكوين الشخصية الفنية ودي ممكن تأثر عليه.